الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الوقوف عند ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الوقوف عند ذكر الجنة والنار، يعني في القراءة ماذا يفعل الأداب يعني. وروى بسنده عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت يصلي بها في ركعة ثم مضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران يقرأ مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمد، ثم قام قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي رواية قال: قام ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم فمر بآية فقال: ويل لأهل النار، وأعوذ بالله من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت إذا قرأت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، قالت اللهم من علي وقني عذاب السموم. وأيضا قال مسلم أخرى قال: قلت لعائشة أن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، قالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل التام فأقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فإذا مر بآية فيها استبشار دعا ورغب، وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ. مجمل هذا الباب أنه من مر يعني أن النبي كان إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله جل في علاه، وإذا مر بذكر النار سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار استعاذ بالله من النار. وكان في كل مروره بالتسبيح يسبح، وهذه في صلاة حذيفة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاث أقوال: من من قال يفعل ذلك في الصلاة، ومن قال من لا يفعل ذلك في الصلاة، ومن قال لا يفعل فهو، ومن قال يفعل ذلك في كل صلاة فقد وقع خطأ، وقع في الخطأ يعني، لأنه أنزل السنة من زيادة الفرض. لأن حذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه وهو يستعيذ من النار ويطلب الجنة، أنه صلى معه القيام، فهذه صلاة نافلة. والذين قد ذكروا صلاة الفريضة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة أو أنس هؤلاء، وأيضا أبو وائل بن حجر ومالك بن الحويرث، ما أحد قال بأن النبي فعل ذلك، مع أن أبو هريرة سأل النبي على سكوته بين القراءة وبين التكبير، فهذه دلت على أن النبي ما كان فعل ذلك في الفريضة ولكن فعل ذلك في السنة. ولذلك عائشة أيضا فعلت ذلك لما مرت بالآية فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، قالت من علي وقيني عذاب السموم، فكانت تعمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة والطلب. وكان النبي يقول ويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترجم القرآن عند قراءته بالإجابة بالاستعادة عند العذاب، بالطلب عند الرحمة، بالتسبيح والتحميد عند التسبيح. ولذلك عن ابن مسعود قال: إني لأرجو لا يقرأ أحدكم الآيات ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلا غفر الله له، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. وأيضا في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فقال من استغفر هنا استغفر الله له. وقال الشعبي: إذا قرأت القرآن فافهمه فأفهمه قلبك وأسمعه أذنيك، فإن الأذنين عدل بين القلب واللسان، فإن مررت بذكر الله فاذكر، وإن مررت بذكر النار فاستعذ بالله منها، وإن مررت بذكر الجنة
فسل الجنة الله جل في علاه. هذا دلالة واضحة جدا كما قلنا التعايش مع القرآن ومع الآيات التي يقرأ فيها، لكن ليس في الفريضة. طيب الفوائد المستنبطة: حسن التدبر بحسن التعايش مع القرآن، التدبر أولى من الإكثار من التلاوة، التفريق بين النافلة والفريضة بالدليل. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.